بص يا جماعه، هنعمل فول التدميس اللي احنا دايما ما بنسالش عنه في سحور رمضان. باختصار انا عملته كتير جدا قبل كده، المره دي طريقه جديده خالص عشان ما حدش بس يقول الشيف محمد فوزي بيكرر نفسه. المره دي هننقع الفول من بالليل بعد ما اغسله كويس قوي، وانا ايه هاخد الفول كده بتاعت الحبايه كبرت كده، فول وملح ليمون وميه بس، فقط لا غير فقط لا غير. اهو بعد كده انا غسل ده مرتين، بعد كده والميه بتغلي والميه بتغلي هبدا انزل بالفول هنا، ولما عاوز ازوده ميه لو سمحتم زودوه ميه ايه ميه بتغلي، ما حدش يزوده ميه ايه ميه عاديه. خلاص كده، هو بس كده يطلع فول حلو، يطلع فول حلو، وهوريكم شكله عامل ازاي. خدته ضربته في الخلاط بقى كده وهقدمه لحضراتكم اهوت، يبقى فول بالبيض في منتهى الجمال. هنوريكم عامل ازاي. اه شايفين ازاي. آه خلاص كده، آه ناخد ده كده اه بالراحه جدا. ادي الفول اهو، اغطي عليه لغايه لما يغلي، ينقص ازوده ميه سخنه، اديه رشه ملح ليمون من الاول. ايه شوف عامله ازاي، اه شوف الرشه عامله ازاي. اه بس كده، ايوه ليه بقى؟ علشان ما اسمرش معانا. بس كده، اه والله شكل الفول عامل ازاي. اه ادي الفول يا جماعه اللي احنا عملناه وضربناه في الخلاط. اه شكله عامله. هاخده اقدمه بالبيض. اقدمه بالبيض ازاي؟ الموضوع سهل جدا وبسيط. باخد الفول ده كده بالراحه جدا، بس هشيل ده كده عشان ايه ابدا اشتغل حاجه تانية. بجيب بيض عادي، ابدا ان انا اعمله اومليت طاسه من هنا، وابدا اخد البيض بالراحه جدا، طاسه اهي احطها على النار، وابدا ان انا اخد لها سمنه كده، او ركزوا معايا في اللي جا دي، او زيت زيتون، زيت زيتون مع سمنه في البيض، ايوه، او سمنه بس او زيت بس. معقوله ممكن يتعمل الفول بالبيض بزيت الزيتون وبحلو؟ جربوا، احنا بنتكلم على كل حاجه قابله انها تتجرب. جربي، ولو طلع مش كويس تعالى قولي لي يا شيف محمد لا احنا جربناه مش كويس. هناخد البيض هنعمله يعني هو مش عيون، عارفه انت بتمسك البيضه كده تكسريها وبعد كده بتحطيها هنا كده بالشكل ده اهو، وبعد كده يستوي معاك وتقلبيه وتاخديه تحطي عليه شويه فول وتظبطي الملح والفلفل فقط لا غير. هو كده اه، اسيبه لغايه لما يستوي وبعد كده نشوف هنعمل ايه تاني. يبقى اذا الموضوع سهل جدا وبسيط قوي قوي. هاخد دي كده اهو، ارجع ورا وابدا اخد دي اهو الفول كده اهو، والرز خلاص قرب يستوي معانا اهو عشان نغرفه. هنعمل ايه تاني؟ الموضوع سهل جدا وبسيط. هنعمل دلوقتي عندنا الكنافه. ازاي اعمل كنافه عندي بالحليب؟ اول حاجه بجيب حل على النار احطها هنا وابدا هنا، بس اعلي هنا، اجيب حليب هحطه في ده يغلي، في الحلة دي يغلي، اجيب حليب احطه هنا يغلي، كنافة بالكريمة، حليب يغلي وهو بيغلي بديه له ثلاث معالق، نص لتر حليب، ثلاث معالق نشا وشوية سكر بودرة صغيرين جدا، واقلب على البارد واسيبه لغاية لما يتقل. في نفس الوقت بوم جاي اهو، بوم جاي واخد كنافه عندي اهي، يبقى كنافه بالكريمه يا استاذ فتحي، تنزل مقادير، اخد كنافه كده اهو بالشكل ده، اديها شويه سكر بودره، ادي المقادير دي لحضرتك، كنافه سكر بودره، وبعدين بعد كده وقشطه كدابه وسمنه، وعندنا سيرب بعد كده. القشطه الكدابه اللي احنا عملناها اللي هو عباره عن نص كيلو حليب، بنديله معانا ثلاث اربع معالق نشا تتقل معانا، ودي اسمها القشطه الكدابه، يعني بنعملها نحطها في النص. اول حاجه بعملها هنا ادي الكنافه اهي،
اديت لها شويه سكر بودره، بقوم جاي واخد الكنافه دي كده ومديها سمنه بلدي سايحه اهو كده بالراحه. سمنه بلدي سايحه ياد، اخدها يمين يسار كده، اخد نص الكنافه كده هنا بالشكل ده اهو شغال كده، ادي الكنافه اهي. بعد ما عملتها كده الديس كده كده، بقوم جاي واخد دي كده اهو زي ما انتم شايفين. بعد كده بتاكد ان المهلبيه هنا تقلت، ما بتتقل المهلبيه حاجه بسرعه على الفول. بصوا لي كده، الفول بالبيض عباره عن فول ببيض، سهل جدا جدا مع بعض كده. خدنا الفول اهو، بعد ما عملنا الفول والدمس معانا ضربناه في الخلاط، خدنا البيض هنديله هنا. بصوا يا جماعه اهو، ادي البيض اهو، هبدا اكسر البيض كده. بص ازاي اه بظهر المعلقه كده اكسره اهو، واقوم واخد مديله شويه فول اه مش عايز اه اه بالشكل ده كده، يبقى كده على ايه؟ على الغرف. ايه رايكم؟ هنستاذنكم ونستاذن مخرجنا، هنطلع على الفاصل بتاعنا لغايه المهلبيه بتاعتنا ديت ما تغلي معانا، ويكون البيض ده قدمناه، ويكون كمان الرز بتاعنا. بصوا على الرز كده، ادي الرز كمان خلص اهو بنسبه 100%، نكون غرفناه كمان عشان نرجع من الفاصل مع بعض ونشوف حلقتنا. هتترى الكنافه تطلع عامله ازاي، نسقيها، ادي الرز اهو استوى بنسبه 100%، مش محتاج ابدا ان انا اقلبه تاني الرز اهوت. هنطلع الفاصل بتاعنا الصغير اللي قد كده ونرجع تاني ان شاء الله نستكمل حلقتنا بعد الفاصل. اهلا بيكم، ورجعنا لكم. وقبل الفاصل كان معانا الكنافه بالكريمه الكدابه، قلنا عباره عن كنافه جبناها قطعناها ناعمه، حطينا لها شويه سكر بودره، فردنا في صينيه فيها سمنه سايحه. بعد كده جبنا القشطه الكدابه، عباره عن نص لتر حليب، نص لتر حليب مع 3-4 معالق نشا، خدناهم مع شويه سكر. هناخدهم كده اهو زي ما انتم شايفين كيس القشطه الكدابه اهي، عشان كده ما فيهاش قشطه خالص على الاطلاق، هناخدها كده بالشكل ده. وبعد كده هنبدا نفرد دي كده اهو، يا ريت الصينيه بس تيجي اتاخدت من هنا. بعد كده اقوم جاي الجزء الثاني اهو، حط كده، وانا بشتغل كده بجاوب على الدجاجه اللي هي وزنها 2 كيلو. هجيب طبطمايه ابشرها، بصلايه ابشرها، شويه زعتر معاها، 3-4 فصوص ثوم معاهم، مش اضرب كل ده ماشي في الخلاط او ابشره او اقطعه، اديهم شويه زيت، ويفضل يكون زيت زيتون، ولو عندك مستارده يا ريت. بعد كده اتبل الدجاجه واخدها، بعد كده احط لها بصل وجزر وكرفس وكرات، وادخلها فين؟ ادخلها الفرن. ادخلها فين؟ ادخلها الفرن. لما تطلع يا ست الكل تقدميها ان شاء الله مع رز كده او مع رز خلطه بالهنا والشفا كده بالراحة كده اهو. اخد كده اهو، هبدأ اخد هنا. بيكون عندك صينية زي كده بتكبسي بالراحة كده، بالشكل ده خلاص كده، بتدخلي فرن حامي. بعد كده بعد بالظبط يعني بتاخد نص ساعة ربع ساعة تقلبيها على الوش التاني، بس تحط في صينية تانية ويكون فيها سمنة. بعد ما بتطلع بيكون شكلها عامل كده اهو، وهي سخنة كده وجميلة. بنبدأ ان احنا ايه نديها السيرب، والكنافة تكون سخنة والسيرب ايه ما سمعتش بارد او دافي. الكنافة سخنة والسيرب بارد او دافي. اخد السيرب ده كده وابدأ انزل على الكنافة كده بالشكل ده. بصوا لي كده بالراحة اهو، سامعين الطشة دي؟
ما سمعتش حد قال الله. فين يا عم شريف الله؟ اسيبها تشرب. نصيحتي بقى سيبوها ما تبقاش طرية، يعني خلوا السيرب عبارة عن ايه؟ عبارة عن كوبايتين من السيرب، عبارة عن كوبايتين من السكر وكوباية مية، يغلوا لمدة 3 دقايق مع رشة ليمون أو شوية عسل جلوكوز. سيرب كوبايتين سكر كوباية مية، يغلوا لمدة 3 دقايق أو 4 دقايق مع عصرة ليمون أو شوية عسل جلوكوز. وبكده حلقتنا بخلصت. يا رب تكون عجبتكم، ورب يكون جاوبنا على أسئلتكم، ورب دايما نكون عندكم عند حظنكم. نبص مع بعض نشوف عملنا إيه. أول حاجة عملناها النهاردة، نبص مع بعض كده، عملنا المشروب الجميل، مشروب جي جي 1. مشروب جي جي 1 كان عبارة عن مجموعة حاجات هتنزل دلوقتي على الشاشة، عبارة عن مشمش وبرقوق. مشمش وبرقوق، الله ينور عليك، مية مية حبيبي. مشمش وبرقوق وكرافس وكزبرة. مشمش برقوق وكرافس وكزبرة، وعندنا قرنفل وعندنا ريحان وعندنا كركديه وعندنا مية مية مية. بعد كده قدمنا عندنا البط بالمرتة، خدنا البصل فرمناه كويس جدا، قطعناه وفرمناه وحطينا عليه شوية من الملح والفلفل. بعد كده أخدنا البصل دوت وبدأنا إن احنا إيه؟ بدأنا إن احنا ناخده ونمرطه ونحشيه جوه الدجاج. وبعد كده أخدناه وحشيناه جوه البط من جوه، حشيناه جوه البط من جوه، وبدأنا إن احنا نسلقه وطلعناه دهناه ودخلناه الفرن. عملنا الرز بنفس الطريقة، عملنا الرز بنفس الطريقة اللي بدي كده. معلش سامحوني، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. لازم تقدم كده يا جماعة، لازم تقدم على وشها المعدول. الوش الأولاني ما كانش المعدول، بص عاملة ازاي. لما تبقى كده كمان اقوم جاي مديها كمان شوية سيرب تاني. عيني حبيبي، كده. طيب كده يا جماعة قدمنا الكنافة. يا رب تكون حلقة النهاردة عجبتكم. نتمنى دايما نلتقي على تلفزيون 10 برنامج مطبخ 10 مع الشيف محمد طوزي. نلتقي دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.